فولة واتقسمت نصين. لا مش بس كده، ده صوته كمان حلو، والفنان عامر منيب بيبقى عمه. يا ترى ايه الموضوع؟ مين فينا ما بيحبش الفنان عامر منيب؟ ورغم رحيله الا اننا دايما بنسمع الاغاني بتاعته، وبتكون مرتبطة بذكريات جميلة لنا واحنا صغيرين. بس شكلنا كده هنفرحكو، علشان الفنان خالد منيب ابن اخو عامر منيب طلع بيغني ونفس صوت عمه بالظبط. ده حتى لو شفته تحس انه هو نسخة طبق الاصل من عمو عامر منيب، والناس بصراحة ما صدقت تسترجع حاجة ليها علاقة بيه. والمفاجأة بقى انه هو طلع كمان بيغني ومنزل اغنية جديدة ليه على اليوتيوب بمناسبة شهر رمضان المبارك، والاغنية دي اسمها رمضان هجانة. خالد منيب طلع بيغني من زمان، بس شكل كده الفرصة لسه ما جاتش ليه، رغم ان هو مشهور وسط ناس كتير. ده حتى الاغنية اللي منزلها على الصفحة بتاعته وعلى اليوتيوب جابت 367 الف مشاهدة في وقت قصير جدا. ومش بس كده، لا ده كمان بيغني في الافراح، والناس كلها بتحب تشوفه طبعا بسبب الشبه الكبير قوي اللي بينه وبين عمه عامر منيب. مش بذمتكم فولة واتقسمت نصين، شكل العيلة دي كلها فنية. وعلى فكرة أنا متأكدة إن الكلام اللي هقوله ليكم دلوقتي هيصدمكوا، علشان ما فيش ناس كتير تعرف الموضوع ده، وهو إن الفنان الراحل عامر منيب يبقى حفيد ماري منيب. أو والله زي ما بقولكوا كده، مش بقولكم العيلة دي كلها عيلة فنية، وحرفيا القبول موجود فيهم. تحس كده إنهم ناس من أسرتك، خصوصا يعني ماري منيب واللي كانت بتتميز بأعمالها الكوميدية اللي حرفيا تفطسك من الضحك، لدرجة ان الناس لقبوها في وقت من الاوقات بملكة الكوميديا. وحتى عامر منيب رحمة الله عليه كان طول عمره نفسه يكون فنان، ورغم ان هو اتخرج من كلية التجارة جامعة عين شمس وتقديره كان جيد جدا وكان ممكن يشتغل بشهادته، الا انه صمم يدخل الوسط الفني الغنائي، وسبحان الله قابل الموسيقار والملحن الراحل حلمي بكر. وقتها حلمي بكر اعجب بصوته جدا جدا بعد ما قال له يغني اغنيه للموسيقار محمد عبد الوهاب، ومن وقتها وهو قرر يتبناه فنيا، وقال له لازم تدرس موسيقى علشان انت صوتك مفيش منه اتنين. وفعلا عامر منيب عمل بنصيحته ودرس الموسيقى وتعلم العزف على العود والبيانو، ومن وقتها قرر ان هو يعمل فرقة موسيقية صغيرة. واحدة واحدة اتشهر واتعرف اكتر، لحد ما بقى واحد من اشهر مغنيين جيل التسعينات، وعمل اول البوم ليه بعد ما باع عربيته علشان ينتج عليه. ومش بس كده، ده كمان كان بيستلف فلوس من صحابه ومعارفه علشان كان مصمم ان هو ينتج اول البوم ليه بنفسه. بس بصراحة الموضوع كان يستاهل، علشان اغانيه كسرت الدنيا وقتها. يا ترى هتسمعوا أغنية خالد منيب ولا لا؟ ما تنسوش تشاركونا برأيكم في الكومنتس بكل صراحة.